السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنبدأ محاضرة تعريفية لمنهج الأحياء لتالتة ثانوي. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن تقسيم منهج تالتة ثانوي في الأحياء، وهنتكلم كمان عن النظام اللي هنمشي فيه مع بعض بإذن الله طول السنة. أول حاجة هنتكلم عنها هي تقسيم منهج تالتة ثانوي. أول حاجة عندنا عايزين نعرفها إن منهج الأحياء عندنا بابين اتنين. أول باب بيتكلم عن حاجة اسمها التركيب والوظيفة في الكائنات الحية، ده أول باب بيتكلم عن التركيب والوظيفة في الكائنات الحية. تاني باب بيتكلم عن حاجة اسمها البيولوجيا الجزيئية. طيب هنفهم يعني إيه التركيب والوظيفة في الكائنات الحية ويعني إيه البيولوجيا الجزيئية. أول حاجة هنتكلم عنها هو الباب الأول، التركيب والوظيفة في الكائنات الحية. عندنا أربع فصول. أول فصل بيتكلم عن الدعامة والحركة. يعني إيه الدعامة والحركة؟ يعني عايز أعرف جسم الكائن الحي، وطبعا كلمة الكائنات الحية بتشمل النبات والإنسان والحيوان، عشان في طلبة كتير بيعتقدوا إن كلمة الكائنات الحية بتشمل بس الإنسان والحيوان. فإحنا عندنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن أي حاجة في الكائنات الحية، فإحنا هناخد الحاجتين مع بعض، هناخد جزء للنبات لوحده وهناخد جزء للإنسان والحيوان لوحده. فأول حاجة هناخدها عندنا هي الدعامة والحركة. أول جزء بيتكلم عن الدعامة، وده أول درس. تاني درس بيتكلم عن الحركة. الدعامة يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي بتدعم جسم الكائن الحي سواء كان إنسان أو نبات. يعني إيه الحاجة اللي بتدعم جسم الإنسان؟ بتخليه قوي، بتخليه بيقدر يتحرك، بيقدر يقوم بالوظائف بتاعته. ونفس الكلام بالنسبة للنبات، إيه الحاجة اللي بتدعم النبات من جوه؟ بتخليه صلب، بتخليه يقاوم الرياح ويقاوم الأمطار ويقاوم الحاجات دي كلها، ومثلا ما يقعش، دايما ثابت في التربة. تاني حاجة الحركة. الحركة دي بتتكلم عن ازاي الجسم بيتحرك، او ازاي جسم الانسان بيتحرك، جسم الحيوان بيتحرك ازاي. يعني عن طريق، طبعا احنا كنا بنسمعها قبل كده في اولى ثانوي، اللي هي انقباض وانبساط العضلات. اهو احنا عايزين نعرف الانسان والحيوان بيتحركوا ازاي، العضلات بتاعتهم بتنقبض ازاي عشان الجسم يتحرك. في نفس الوقت عايزين نعرف هل في حركة في النبات ولا لا، ولو في حركة في النبات بيبقى شكلها عامل ازاي، وهل كل النباتات فيها حركة ولا لا. الكلام ده كله اللي احنا هنتكلم عليه في الفصل الاول. يبقى الفصل الاول عندنا هو الدعامة والحركة. طيب الفصل الثاني بيتكلم عن التنسيق الهرموني. طيب هنركز واحدة واحدة مع بعض كده. احنا التنسيق الهرموني ده سمعنا عنه قبل كده كتير، وخاصة في ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي كنا اخدنا فيها فصل كامل او باب كامل بيتكلم عن الهرمونات. كنا بنقول دايما ان الهرمونات الحاجه اللي بتفرزها هي حاجه اسمها الغدد الصماء، والغدد الصماء بتفرز الهرمونات عشان الهرمونات تقوم بوظيفتها. والهرمونات دي كنا بنتكلم عنها ونقول انها رسائل كيميائيه بتخرج من الغده بتروح للجسم او للوظيفه او للعضو اللي هي مسؤوله عنه. يعني مثلا في هرمون معين بيروح للبنكرياس، في هرمون معين بيروح للكبد، وهكذا. احنا الدرس الاول عندنا بيتكلم عن التنسيق الهرموني في الكائنات الحية. يعني في الدرس الأول خالص بنتكلم عن التفصيل، يعني إزاي الغدد بتفرز الهرمونات، وإيه هي أنواع الغدد أصلا اللي في الكائنات الحية، في كم غدة، والغدد نوعها إيه واسمها إيه، وكل غدة بتفرز إيه. الدرس الثاني تكملة لبقية الغدد. يعني إحنا بالنسبة لنا عندنا هنا هندرس الغدد كلها في الدرس الأول وهنكملها في الدرس الثاني. كل اللي يهمني في الفصل ده اللي هو فصل التنسيق الهرموني إن أنا أعرف إيه هي الغدة، وظيفتها إيه، كام غدة عندنا في الجسم، وكل غدة بتفرز هرمون ايه، والهرمون اللي طالع ده وظيفته ايه. وده جزء سهل جدا، لان احنا خدنا تقريبا نص منهج الهرمونات ده خدناه في الثالثة ثانوي، فهنلاقي الكلام بالنسبة لنا مش جديد خالص، بالعكس ده هنلاقي كلام كتير بالنسبة لنا خدناه قبل كده، هنلاقي الكلام سهل، هنزود بس عليه شوية حاجات بسيطة. ده الفصل الثاني التنسيق الهرموني. طيب الفصل الثالث وده التكاثر. طبعا الفصل الثالث ده فيه طلبة كتير قوي بتخاف منه، لانه هو اطول فصل عندنا في المنهج. هو اولا 5 دروس، ثانيا هو اكبر فصل، يعني حتى الدروس مش قليلة، الدروس كبيرة. في نفس الوقت التكاثر ده هو الباب تقريبا الوحيد او الفصل الوحيد اللي بيقدر يلعب بيه في الامتحان، يعني هو اللي بيقدر يلف ويدور حواليه. الأسئلة التانية بتاعت التنسيق الهرموني أو بتاعت الدعامة والحركة بتكون أسئلة مباشرة وسهلة ومفيش فيها أي لف ودوران، لكن باب التكاثر أو فصل التكاثر بيبقى فيه لف ودوران كتير، بيبقى فيه ألغاز كتير في الأسئلة. عشان كده إحنا محتاجين درس التكاثر بالذات إن إحنا نهتم بيه كويس قوي، ونذاكره كويس قوي، ونركز بيه أول بأول، ونركز بالذات في التفاصيل الحاجات اللي بين السطور. فاحنا عندنا مثلا الدرس الاول بيتكلم عن طرق التكاثر في الكائنات الحيه. يعني الدرس الاول والثاني كلهم بصفه عامه بيتكلموا عن طرق التكاثر. طبعا الكلام ده احنا سمعناه في ثالثه ثانوي، في ثالثه اعدادي قبل كده، كنا بنقول ان التكاثر في منه نوعين، في تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي.
اهو هنا عايز اعرف هنا ايه هو التكاثر الجنسي وايه هو التكاثر اللاجنسي، وايه مميزات الاثنين، وليه مثلا التكاثر الجنسي احسن من التكاثر اللاجنسي، او ليه مثلا التكاثر اللاجنسي بيدينا انواع كتير قوي. يجي مثلا يقول لي ايه، طب التكاثر اللاجنسي ده هل هو نوع واحد بس ولا اكتر من نوع؟ طبعا اكتر من نوع ده احنا سمعناها قبل كده في ثالثه اعدادي برضو، اللي احنا قلنا مثلا في حاجه اسمها التبرعم، في تكاثر الانشطار الثنائي، وفي تكاثر فطر الخميره، خدنا تكاثرات كتير قوي بتاعه التكاثر اللاجنسي. فاحنا هنا في الدرسين الاولانيين بس مطلوب مننا نعرف ايه هي طرق التكاثر اللي هو الجنسي واللاجنسي، وايه الفرق ما بين الاثنين، وايه مميزات كل واحد فيهم عن الثاني، وايه الانواع اللي موجوده في الاثنين. بعد كده في الدرس الثالث بنبدأ التكاثر في النباتات الزهرية، لأن أنا زي ما أنا قلت لكم إن أي حاجة هندرسها في المنهج السنة دي هتختص بالنبات مع الإنسان والحيوان. فأول حاجة بندرسها هنا التكاثر في النباتات الزهرية. التكاثر في النباتات الزهرية هي عبارة عن يجيب لي النبات ويقول لي النبات بيتكاثر ازاي. طبعا الكلام ده احنا كنا واخدين عنه فكره صغيره قوي، اللي هو فكره ايه، فكره حبوب اللقاح، الكلام اللي احنا خدناه في اولى ثانوي، اللي هو النبات بيبقى عنده اعضاء تناسليه اتنين، نوعين اتنين، اللي هو المبيض والموتك. الموتك وده العضو الذكري، وده اللي كان بينتج حاجه اسمها حبوب اللقاح. طيب والمبيض ده اللي بينتج البويضات. فاحنا عارفين من زمان ان النبات بيبقى عنده النوعين ده، وفي مثلا بتبقى فيها المتك بس، وفي اللي فيها المبيض بس. الفكره كلها هنا ان احنا عندنا الزهره نفسها، هناخد تركيب الزهره، الزهره دي بيبقى شكلها عامل ازاي. طيب ايه اللي بيخلي الزهره دي تعمل عمليه التكاثر؟ طيب بتعملها ازاي؟ وهل الزهرة اللي في نفس النبات بتعمل تكاثر مع نفس الزهرة اللي معاها في نفس النبات، ولا بتضطر انها حبوب اللقاح بتاعتها تروح لزهرة تانية؟ هو ده كل الحوار في التكاثر في النباتات الزهرية، اعرف تركيب الزهرة وبعد كده اعرف التكاثر بيحصل فيها ازاي. بعد كده في الدرس الرابع والخامس هنتكلم عن التكاثر في الانسان. طبعا معروف التكاثر في الانسان اللي هو التكاثر الجنسي، كنا بنقول عليه من اولى اعدادي، اللي هي بيحصل عملية الاخصاب، اللي هو الحيوان المنوي والبويضة. الحيوان المنوي بيتحد مع البويضة عشان يديني بعد كده الزيجوت اللي بيكون بعد كده الجنين. هو ده فكرة الدرس الأول كله، اللي هو التكاثر في الإنسان، إن نعرف نوعه عامل إزاي، وإزاي بتتكون البويضات، إزاي بتتكون الحيوانات المنوية، وبعد كده إزاي بيحصل الأخصاب ما بين الاتنين. تمام. طيب فكرة الدرس الخامس تابع التكاثر في الإنسان، إن إحنا نعرف بعد كده طيب لو ما حصلش إخصاب يحصل إيه. طيب لو حصل الإخصاب وتكون الجنين، طب الجنين ده بيتكون إزاي، وبيتكون على كم مرحلة؟ طيب الجنين احنا عارفين هو 9 أشهر، طيب الشهر الأول بيحصل ايه؟ في التاني بيحصل ايه؟ في التالت بيحصل ايه؟ وهكذا. هو ده اللي أنا عايز أعرفه في الدرس الخامس بس. يعني في الدرس الخامس كل اللي أنا هعرفه لما يحصل إخصاب ويتكون الجنين، طب الجنين ده بيتكون ازاي؟ بيتكون امتى؟ وايه اللي بيحصل خلال كل شهر من 9 شهور اللي موجودين في بطن الأم؟ في نفس الوقت أعرف طب لو ما حصلش إخصاب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ البويضة اتكونت وما حصلهاش اخصاب، هيحصل لها ايه؟ دي بس فكرة الدرس الخامس. يبقى احنا عندنا منهج التكاثر اللي هو الفصل الثالث، سهل بسيط بس محتاج تركيز، محتاج ان انا اركز في كل كلمة فيه، وخاصة الكلام اللي بين السطور لان هو ده اللي بيلف بيه. طيب الفصل الرابع عندنا، وده بيتكلم عن حاجة اسمها المناعة. المناعة دي اول فصل تقريبا، او اول حاجة تقريبا هندرسها في ثالثة ثانوي، وما سمعناش عنها قبل كده خالص. بس احنا عارفين ان المناعة دي عبارة عن حاجة في الجسم بتقاوم اي مرض. هو نفس الحوار هنا بالظبط، وبرضو زي ما انا قلت لكم ان انا لازم ادرس النبات ولازم ادرس الانسان. فانا هدرس هنا اول حاجة في الدرس الاول المناعة في النبات، واعرف الاول ايه بقى الحاجة اللي في النبات بتقاوم الامراض. طيب لو النبات ده اتصاب باي نوع من المرض ايه اللي هيحصل؟ طيب الحاجة اللي جوه جسمه دي هتقاوم المرض ده ازاي؟ هي دي فكرة المناعة في النبات. نفس الكلام المناعة في الإنسان. طبعا احنا الكلام ده بنسمعه من زمان قوي، اللي هو الحاجة المسؤولة عن المناعة أو الجهاز المناعي في جسم الإنسان هي كرات الدم البيضاء. هو احنا هنا برضه هنقول نفس الكلام، إن هي كرات الدم البيضاء، بس هل في نوع واحد بس من كرات الدم البيضاء؟ لا، في كتير. طيب كل نوع بيعمل إيه؟ طيب كل واحد فيهم، كل نوع من كرات الدم البيضاء بيأدي وظيفته إزاي؟ طب ازاي الكرات دي بتهاجم المرض اللي بيدخل جسم الانسان؟ طب المرض ده لو جه مره وعالجناه، المره الثانيه هيحصل ايه؟ الجسم هيقاومه ازاي؟ وهكذا. دي فكره المناعه في الانسان واليه عمل الجهاز المناعي. يعني اعرف ايه هو الجهاز المناعي اللي موجود في الانسان، ايه الحاجه في الانسان الخاصه اللي بتقاوم اي مرض يدخل لي،
في نفس الوقت آلية العمل، يعني ازاي بقى بيشتغل كرات الدم البيضاء اللي هي كذا نوع من كرات الدم البيضاء دي، بتشتغل ازاي بتهاجم المرض. طب لو المرض جه مرة وخلاص عالجنا منه، طب تاني مرة يحصل ايه، طب تالت مرة يحصل ايه، وهكذا. هي دي فكرة المناعة. هي المناعة سهلة، هي بس كلامها يبقى جديد علينا، لكن هي بالنسبة لنا سهلة جدا. طيب الباب التاني بقى، خلصنا الباب الاولاني. الباب التاني عندنا اسمه البيولوجيا الجزيئية. البيولوجيا الجزيئية عبارة عن فصلين اتنين. اول فصل بيتكلم عن الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه والمعلومات الوراثية، طبعا هنقول كل واحدة دلوقتي. الفصل التاني بيتكلم عن الاحماض النووية وتخليق البروتين. طبعا احنا الكلام ده اخدناه في اولى ثانوي، كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان عندنا الاحماض النووية نوعين اتنين، نوع اسمه الدي ان ايه ونوع اسمه الار ان ايه. طبعا هنا هنقول نفس الكلام وهنعرف الفرق ما بين الاتنين، الكلام ده برضو اخدناه قبل كده في اولى ثانوي، الفرق ما بين الدي ان ايه وبين الار ان ايه. لما كنا دايما نقول ان الدي ان ايه عباره عن شريط مزدوج، لكن الار ان ايه عباره عن شريط مفرد. الدي ان ايه موجود جوه النواه، لكن الار ان ايه موجود بره النواه وجوه النواه في نفس الوقت. بس هنا بقى عايزين نزود حاجات شويه، اللي هو ايه. طب احنا لما جينا نتكلم عن المعلومات الوراثيه كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان الدي ان ايه هو اللي بيحمل الماده الوراثيه او المعلومات الوراثيه في جسم الكائن الحي. طب احنا ليه ما قلناش الار ان ايه؟ طب هو ليه الدي ان ايه هو بس اللي بيحمل المعلومات الوراثيه؟ طيب العلماء عرفوا ازاي ان الدي ان ايه هو اللي بيحمل المعلومات الوراثيه؟ ده اللي احنا هناخده في اول درس، اللي هو جهود العلماء لمعرفه الماده الوراثيه. عرفوا ازاي ان الدي ان ايه ده هو الماده الوراثيه؟ عملوا ايه عشان يعرفوا؟ الاختبارات اللي عملوها او التجارب اللي عملوها، ده كل اللي احنا عاوزين نعرفه في الدرس الاول. في الدرس الثاني بقى هيتكلم عن الدي ان ايه بصفه عامه وهيوضح كل حاجه فيه، يعني تركيبه من ايه. ان احنا طبعا كنا بنقول ان الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتيدات كتير، فاحنا هنعرف تركيبه ايه ووظيفته ايه واستخداماته ايه وكل الحوارات دي كلها. بعد كده هنعرف يعني ايه محتوى جيني. محتوى جيني كنا خدناها كده جزء بسيط قوي في ثالثه، كنا بنقول ايه، كنا بنقول المحتوى الجيني ده هو عباره عن كل المعلومات الوراثيه او كل الدي ان ايه اللي موجود في جسم الكائن الحي. هنا نفس الكلام، المحتوى الجيني هو عبارة عن كل جزيئات الدي ان ايه الموجودة في جسم الكائن الحي. بس هنا نعرف بقى المحتوى الجيني ده بيتكون ازاي، وظيفته ايه، تركيبه عامل ازاي، ده كل الحوار اللي هندرسه. في نفس الوقت هندرس الطفرات. ايه الطفرات دي؟ الطفرات دي يعني حاجة غلط حصلت في جسم الكائن الحي، حاجة غلط حصلت في تركيب الدي ان ايه مثلا خلت حصل طفرة في الجسم، يعني حاجة زي التشوهات كده مثلا. لما يحصل عيب في تركيب الدي ان ايه بيعمل الطفرات دي، فالطفرات دي بتبقاش طبيعيه. فاحنا هنعرف الطفرات دي بتتكون ازاي، وفي نفس الوقت انواعها ايه، هل هي نوع واحد بس من الطفرات ولا اكتر. حلو، يبقى الفصل الاول بالنسبه لنا سهل خالص، هو بيتكلم بس عن ازاي اكتشفوا الماده الوراثيه وازاي عرفوا ان الدي ان ايه هو الماده الوراثيه. طيب لما عرفوا ان الدي ان ايه هو الماده الوراثيه، طب الدي ان ايه ده بيتكون من ايه، طب شكله ايه، طيب تفصيله عامل ازاي، طب هو بيدخل في تركيب ايه، طب هو وظيفته ايه. في نفس الوقت اعرف المحتوى الجيني بقى اللي هو في جسم الكائن الحي كله، اللي هو عباره عن كل الدي ان ايه اللي موجوده في جسم الكائن الحي، تركيبه عامل ازاي واستخداماته ايه، اهميته ايه. في نفس الوقت اعرف الطفرات، الطفره اللي بتحصل في جسم اي كائن حي دي بتحصل ازاي، بتحصل نتيجه خلل في الدي ان ايه ولا في خلل في ايه بالظبط. ده كل اللي احنا هندرسه في الفصل الاول. طيب الفصل الثاني ده بيتكلم عن الاحماض النوويه وتخليق البروتين. طبعا احنا الكلام اللي كنا بنتكلم عنه في ثالثه اعدادي كنا بنقول ان الدي ان ايه له وظيفه واحده بس، ان هو بيحمل المعلومات الوراثيه في جسم الكائن الحي، يعني بيوديها من جيل لجيل تاني. يعني مثلا بيحمل صفه لون العين، مثلا لو الاب لون عينه بني بيحمل صفه لون العين البني من الاب يوصلها للابن. ده كل الحوار اللي كنا بنتكلم في الدي ان ايه. لكن جينا نتكلم عن الار ان ايه وظيفته، قلنا ان الار ان ايه وظيفته يدخل في تخليق البروتين. فاحنا هنا بقى عايزين نعرف ايه، عايزين نعرف ازاي الار ان ايه بيدخل في تكوين البروتين. طب الار ان ايه ده نوع واحد ولا اكتر؟ هيطلع اكتر من نوع. طيب كل نوع منهم بيعمل ايه؟ طب الار ان ايه بيخلق البروتين ازاي؟ طب هل هو لوحده اللي بيدخل في تخليق البروتين ولا في حاجه تانية بتدخل معاه؟ ده كل اللي احنا عاوزين ندرسه في الار ان ايه. بعد كده بقى الهندسه الوراثيه. الهندسه الوراثيه اللي هي ايه؟ التطورات اللي بتحصل في المجتمعات دلوقتي، اللي هو مثلا لو عندي نبات معين، النبات ده فيه جين بيسبب له مرض، يعني النبات ده دايما طالع مصاب بمرض معين. الهندسه الوراثيه هنا بتعمل ايه؟ ان هم بيشيلوا الجين المسؤول عن ظهور المرض ده ويحطوا جين سليم بداله.
هي دي كل الحوار. نفس الكلام بيحصل في الحيوان، نفس الكلام بيحصل في النبات، ان هما بيشيلوا جين معين ويبدلوه بجين تاني. هي دي كده اسمها الهندسة الوراثية، ده التطور في البيولوجيا الغذائية، ده التطور اللي بدأوا يستخدموه في الدي ان اي والار ان اي وجسم الكائن الحي كله، المادة الوراثية كلها. تمام كده يبقى خلص منهج ثالثة ثانوي. المنهج سهل بسيط، مش محتاج اي حاجة خالص. كل اللي هو محتاجه ان احنا نبدأ مذاكرة اول باول، ما نكومش علينا، وفي نفس الوقت ما نشدش مع بعض من الاول خالص. يعني ما اضغطش على نفسي في الاول ان انا مثلا اسهر كتير او ان انا اطبق يومين ورا بعض، لا الكلام ده احنا مش محتاجينه خالص دلوقتي. احنا دلوقتي بس محتاجين ان احنا نركز في مذاكرة اللي هناخده اول باول. يعني اللي اخدته النهارده اروح اذاكره واحل عليه، اللي اخدته بكره اروح اذاكره واحل عليه، مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين اجمع اللي فاتني واراجعه تاني. انما ما اضغطش على نفسي اللي هو اسهر بقى واطبق والحوار ده كله، مش هينفع خالص. في نفس الوقت ان انا محتاجة اذاكر من كتاب واحد بس، ما ذاكرش من كتابين اتنين علشان ما لخبطش المعلومات، وبالذات الاحياء لان الاحياء في تفاصيل كتير، في كتب بتذكرها وفي كتب لا. فاحنا يهمنا هنا ان احنا نتكلم مع كتاب واحد بس ده للشرح، لكن في الحل طبعا هنحل كتير قوي. طيب النظام بتاعنا هيمشي ازاي؟ احنا ان شاء الله هنشتغل 12 حصة في الشهر. هيبقى عندنا حصتين اتنين مسجلين وحصة اونلاين، يعني في حصتين اتنين مسجلين ودول هيبقى فيهم شرح. الحصة الاونلاين ده هيبقى فيها حل اسئلة الكتاب على الشرح ده، وفي نفس الوقت حل الواجبات، لان كل محاضرة مسجلة هيبقى فيها واجب هنحله في المحاضرة الاونلاين. في نفس الوقت اي حد عنده اي سؤال هيسأله وهنحله مع بعض بإذن الله. يبقى احنا عندنا دلوقتي كل محاضرتين مسجلين وراهم محاضرة اونلاين هنحل فيها، في نفس الوقت هنكمل بعد كده نفس الكلام محاضرتين مسجلين ومحاضرة اونلاين. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله هنخلص بإذن الله المنهج على شهر واحد، بعد كده هنبدأ نحل بقى. طبعا الحل احنا حاليا بنحل من كتاب واحد بس، يعني احنا حاليا هنمشي من كتاب الامتحان مع البي دي اف اللي انا هنزله على طول طول السنة. هنركز في الاثنين، وفي نفس الوقت هنحل من كتاب واحد بس، مثلا اللي هو كتاب الامتحان هنحل من كتاب واحد بس حاليا، لكن بعد ما نخلص المنهج بإذن الله في شهر واحد هنبدأ نحل من أكتر من كتاب، لأن بعد كده هيبقى اللي يهمني هو الحل. الحل الكتير هو اللي بيثبت المعلومات، فاحنا طبعا هنحل كل الكتب بإذن الله من بداية شهر اتنين. هنحل كل الكتب اللي قدامنا، هنحل كل الامتحانات اللي قبل كده. على مدار السنة هنعمل امتحانات دورية، امتحانات الكترونية دورية، يعني مثلا كل فصل هنخلصه هناخد عليه امتحان، كل فصل هنخلصه هناخد عليه امتحان. ووصلنا لنص المنهج هنبدأ نراجع من الأول تاني لحد ما نوصل للي احنا واقفين فيه، بحيث ان احنا ما نسيبش حاجة ورانا نسيناها. هتبقى في امتحانات على طول باستمرار، هنراجع على طول، هنحل كتير. وان شاء الله هنحل كل الكتب تقريبا اللي موجودة، مش هنفوت اي سؤال، لان كل ما احل كل ما المعلومات هتثبت في دماغي، كل ما اخش الامتحان هلاقي الامتحان سهل جدا مش محتاج اي حاجة، لان اقلمت نفسي على الحل الكتير. طيب احنا حاليا اخدنا كل حاجة او كل التفاصيل، قلنا كل تفاصيل المنهج، بس مطلوب ان احنا نبدأ مذاكرة اول باول ونركز ونسمي الله ونبدأ السنة كده بمجهود كويس، بحيث ان انا لما ادخل مثلا في المراجعة ابقى مش محتاجة مجهود كبير قوي عشان اراجع. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا اهملت مبدأتش اذاكر اول باول، هاجي في شهر 12 في شهر 11 هلاقي نفسي وقعت لاني مش فاكرة اي حاجة من الاول، هلاقي الضغط زاد عندي مش هقدر احل، لا هضطر اراجع من الاول تاني وابدأ اذاكر من الاول تاني واحفظ من الاول تاني، لا دي مشكلة. كل الحاجة انا مذاكراها كويس من الاول، لا ساعتها بقى هراجع على طول، هتلاقي المراجعة سهلة قوي بالنسبة لي. تمام طيب احنا كده قلنا كل حاجة عندنا، واي حد محتاج اي سؤال اتفضل.